في اندونيسيا على هذا الافطار الشهي. بارك الله فيكم، اجى وقته. يعني احنا مش عارفين ايش نحكي، يعني عاجزين عن الشكر ومش قادرين نحكي الكلام اللي يوفيكم حقه. يعني نشكركم مره ثانيه لمؤسسه مودا في اندونيسيا، وبارك الله فيكم، وان شاء الله الله يحميهم من الكورونا ومن اي مرض. يعني انهم تذكرونا واحنا في حصار، ويعني وقت ضيق علينا وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزه. نشكركم كثير، ويا ريت يعني هذا يعني خليكم تفتكرونا في حاجه ثانيه، كسوا الاطفال اوعديه. يعني انت عارفين كيف احنا وضعنا تعبان كثير. يعني ونشكر يعني الاخوه اللي تذكروا انهم يجوا يساعدونا برضه. كل هذا في ميزان حسناتكم، في ميزان حسنات المؤسسة مودا في اندونيسيا، واحنا بندعي لهم من هنا من قلب الحصار وقلب هذا الشعب التعبان كثير، انه بارك الله فيهم جزاهم كل الله خير. يا ريت يتذكرونا ان شاء الله في الكسوه وعدي الاولاد. بارك الله فيكم، كل سنه وانتم طيبين.
شكرتي على وجبة الإفطار وكل عام وانتم بخير. نشكر مؤسسة مودة على الإفطار وكل عام وانتم بخير. يا نعم. نشكر مؤسسة مودة الأندلسية اللي جبتنا هذا الإفطار، جزاهم الله كل خير. ربنا يبعد عنا مرة الكورونا، الله يشفيهم يا رب ويرزقهم ويبعد عنا أولاد الحرام وبنات الحرام، كثر الله خير. مؤسسة من مودة الأندلسية، وشكرا وبارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ربي يبعد عنكم مرض الكورونا.